بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إخواني أخواتي متتبعين قناة مركز أمل الصحراء، مرحبا بكم وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مباركة. احنا غدا إن شاء الله عاشوراء، كنصور الفيديو قبل عاشوراء. كنتمنى تكونوا بخير وكنتأسف بزاف على التأخير، شحال هادي ما حطيت حتى شي فيديو في القناة، فقط لظروف هكا عرفتوا الإنسان مع العمل ومع الظروف، وفقط هادشي اللي كاين. واليوم جيت نتكلم لكم على القسط الهندي. كما كتشوفوا القسط الهندي فهو عواد كيكون هكا بحال الجذورة ديال الشجرة، هانتوما كتشوفوا العواد قاسحين كما كتشوفوا، يعني عواد كبار قاسحين، ماشي بحال مثلا عرقسوس اللي كيكون ورقيق، فهذا كما كتشوفوا ها هما كيكونوا غلاظ نوعا ما وصعاب في الدكان، صعاب في الدكان حتى العطارة لانه من الماكينه ما كيبغيوش يدحنوه لينا، فاحنا كان مضطر كياخذوا كيقطعوا باللقاط مزيان عاد باش كندحنوه وكنبيعوه، لان الناس كتلقى صعوبه باش تطحن كميه قليله. وهذا بالنسبه ها هو هنايا عندنا مطحون، ها هو كتشوفوا هو الريحه ديالو كتكون قاسحه، كتكون الريحه ديالو قاسحه بزاف، ولكن هذا العود هذا ما شاء الله عنده عده فوائد. فاللي غادي نبدا به بالحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العود الهندي فان فيه سبعه أشفية منها ذات الجنب، ورد في صحيح البخاري، يعني حديث صحيح. فهذا العود هذا الهندي هو اللي هو القسط الهندي، فهو كينتمي الى فصيله الزنجبيل، يعني من فصيله ديال سكينجبير. هو كيجي من الهند، فهو كيكون في الهند، فهو ما كيكونش مثلا في المغرب، فهو كيكون في الهند وكيجي للخليج، وحنا كنستردوه من الخليج او من الهند. هو مر، هو المذاق ديالو مر، ولكن عنده عده فوائد، وهو ما شاء الله شنقول لكم، كنصح به جميع الناس يكون عندهم في الدار، لانه عنده عده فوائد، من بينها السكر، يعني كي يهبط السكر. غير هو حتى لاخر الفيديو غنوريكم طريقه الاستعمال، ماشي الانسان يستعمله عشوائي لا. المهم بالنسبه كما قلت لكم السكري كينزل السكر مزيان، الناس اللي كيعانيوا من تخثر الدم فهو كيجري الدم، يعني الناس اللي عندهم سيوله الدم يعني عندهم الدم جاري ما ياخذوش، فهو الصراحة مزيان الناس اللي عندهم تخثر الدم، مزيان في الجراثيم، مزيان في الحلاقم، يعني في الحلاقم ما شاء الله، يعني كديروا به الغرغرة وكتشربوه في الحلاقم. أنا مجربة على الحلاقم ما شاء الله، وخصوصا كاع إلا كانوا دوك الحلاقم الخايبين اللي كيقيحوا هذا، فما شاء الله مزيان، وكيقتل الدود الحنيشات اللي كيكونوا في الأمعاء، لا الاطفال ولا الناس الكبار، وكيحيد السموم من الامعاء، يعني الانسان عنده تسمم مزيان وكيتبخر وكيستنشق، واخا انه حار كيستنشق، يعني الانسان كي عنده شي مشكل في النيفو او في الراس فكيستنشقوه حتى كيوصل للدماغ، ومن بعد كيعطسو فكيخرج هذاك المرض. ومزيان في الطياب ديال الفم، يعني دوك الحبوب اللي كيكون الفم او التقيحات اللي كتكون في الفم راه مزيان بزاف. وعلاج الالتهاب الرئه، علاج الالتهاب الرئه هو مضاد حيوي، يعني انتيبيوتيك كما كنقولوا انتيبيوتيك، فهو مضاد حيوي وهو مضاد للجراثيم والبكتيريا، مزيان في الجهاز التنفسي ومزيان في الجهاز الهضمي، يعني كيهضم ومزيان في الجهاز الهضمي، يعني الا كان شي ميكروب عرفتوا دابا الماكله اللي كياكلوا اللي كتكل على برا فهمتوا، فهو كيقتل الجراثيم كيقتل داك السموم، يعني الا كان شي ميكروب في الماكله او هذا فهو ما شاء الله زعما مهم بزاف يكون في اي دار. فالصراحه صراحه الله زعما انا كل مره كنقرا عليه او كل مره كنسمع عليه او كل مره كنجربه فما شاء الله، فهو مزيان حتى الناس اللي عندهم المس او السحر، فكنشوف مول الدار، لان كما كتعرفوا هو راقي، كنشوفو كيعطيه للناس
اللي كيديروا عنده الرقيه ما شاء الله، يعني عنده عده فوائد. وسبحان الله كنكتشف ان الناس اللي كيكون عندهم المس، بعض الناس يعني الاغلبيه الناس اللي كيكون عندهم المس ما كيحملوش الريحه ديالو، ما كيحملوش يشربوه، ما كيحملوش. فسبحان الله زعما عنده شي فوائد. ولكن كما كنقولوا ديما، الحاجه اللي وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم راه ما وصاش بها عبثا، يعني راه ما وصاش بها غير هكذاك، يعني راه عنده فوائد ما شاء الله. كما قلت لكم مزيان في الجهاز التنفسي وفي الجهاز الهضمي، وكيقتل البكتيريا الميكروبات، كما انه كيعالج كيساعد في علاج الكوليرا. هنا كما كتعرفوه كما قلنا هو مزيان في التهاب الرئه، ومزيان في التهاب الجلد بحال الكزيما، بحال القشره في الراس، الصدفيه، فهو مزيان الامراض الجلديه. يعني هو كيتشرب كتستنشق كيتدهن حتى في الجسم، يعني كنستخرجوا منه الزيوت الزيت ديالو، او نستعملوه غير هو هكذا. كما قلت لكم غنوريكم بحالاش. هو مزيان كما قلنا في تخثر الدم، ومزيان في الغدد، يعني في القواطر مزيان، مزيان في السكر، مزيان في الكوليسترول، مزيان في بزاف بزاف ديال الامراض، وكيعالج حتى العقم، وكيعالج الناس اللي عندهم البروده، اللي عندهم البرد. فهو ما شاء الله كما قلت لكم عنده علاجه. انا ماشي ما بقاتش انه عندي قيس الهندي وكنستعمله، ولكن راه الا كنت كنستعمله بطريقه غلط راه كتسبب ضرر راسك. راه اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. يعني واخا هاد القيس الهندي مزيان، ولكن ما نفوتوش الكميه المسموح بها. فانا كنهضر للناس اللي عندهم الحلاقم، عندك الحلاقم، الناس اللي عندهم التهاب في الرئه، انسان عادي بغى مثلا بحال مثلا اللي عنده السكر، كوليسترول، يعني غادي يشربوا ديما، او بغاو الناس يشربوه لانه كيدير الوقايه، فكيديروا راس معلقه صغيره، كيما انتم كتسمعوني، راس معلقه صغيره يعني شويه. هانتوما الاخوات، راس معلقه صغيره هو هذا، هانتوما شفتوا، يعني كميه قليله. فكاين اللي كتقولها راس معلقه صغيره كدير النص، والنص معلقه صغيره هو هذا، يعني ما نكثرش، ما نعمرش المعلقه. او هذا الكاس اللي قلت لكم ديال الماء سخون هو هذا، تيكون كاس قد هكذا، يعني كاس كبير ديال الماء سخون، يكون سخون بزاف، ونحركو نخليه تيولي قد انني نشربو، ولكن من الاحسن نشربو سخون ياك. فالناس اللي كما قلت لكم عندهم السكر او الكوليسترول، او بغاو الوقايه، او بغاو يشربوا، حتى الناس اللي عندهم البروده، حتى الناس اللي عندهم الروماتيزم، كيديروا كما قلت لكم راس معلقه صغيره في كاس ديال الماء سخون، كيحركوه وكيشربوه. فهو كما قلت لكم مزيان، الانسان ما يكثرش منه. الانسان اللي عنده القشره او عنده الابراض الجلديه كيف بحال الكزيما، الصدفيه، الحبوب الى اخره، داك الحبوب اللي كتكون مقيحه الله يحفظ، او جروح، او يعني الامراض الجلديه، شنو كيديروا؟ كناخذ راس معلقه صغيره ديال القيس الهندي، كنديرو في كاس ديال الماء سخون، كنديرو في كاس ديال الماء سخون، وكنغطي عليه وكنخليه حتى كيبرد، كنصفيه وكنشد هذاك الماء، هو اللي كان ندهن به المكان اللي مصاب في الامراض الجلديه، مثلا يديك، رجليك، الى اخره. كذلك الغرغره، او انني فمي طايب فيه الحبوب او تقيحات، فهذه كندير نص معلقه صغيره في كاس الماء ديال سخون، ولكن خليه ما حتى يبرد. لا يعقل انه الفم طايب وفيه الحبوب وندير ليه الماء السخون، غادي نزيد نضره، لا، ندير نخليه ما حتى يبرد. غير هو علاش كنديروا الماء السخون؟ باش يطلق مزيان، فهمتوا الاخوات. كذلك القشره ديال الراس كنخلطو في الماء، كنخليه حتى كيبرد، كنشقق به شعري مزيان، هو راه مزيان حتى لفروه الشعر، مزيان حتى في النمو الشعر، كيعالج حتى تساقط الشعر. فكناخذو كنشقق به راسي قبل من الدوش بساعه ساعتين، ما نفوتش ساعتين، وندوش. فمزيان الناس اللي عندهم العقم، او اللي عندهم خصوصا الناس اللي عندهم البرد، فكما قلت لكم الحب هذا يديروه مع العسل الحر، خصوصا اذا كان عسل الدغموس. الناس اللي عندهم البرد فمزيان ليهم كيديروا نص معلقه صغيره، خصوصا المراه لما تغسل من الحيض دير نص معلقه صغيره في كاس ديال الماء سخون والعسل وتشربوا. والممنوع على القيس الهندي هو اننا ما نكثروهش،
هو اننا ما نكثروه. مثلا غنتبعوا اسبوع 7 ايام يوميا، من بعد غادي نقطعوا مثلا 15 يوم اسبوع الى اخره، وعاود ناخذوا بحال دابا اخص بحال دابا الناس اللي عندهم السكر امتى ياخذوه؟ الوقت اللي يكون السكر طالع، مثلا عبرت السكر لقيتو طالع، نخلط شويه ديال القسط الهندي في الماء ونشربوا، ما يخسر عليك حتى شي حاجه واخا تشربيه يوميا. غير هو كيتشرب الناس السكري والناس الكوليسترول، الناس اللي عندهم الكواطر، فهو كيتشرب مره في اليوم، ماشي جوج مرات في اليوم، فكيتشرب مره في اليوم. كندير راس معلقه صغيره في كاس ديال الماء وكنشربو في الليل فاش بغي نعس فقط. الحاجه اللي بغيت نقول هو ممنوع على المراه الحائضه، يعني ما تشربيه في فتره الحيض. امتى بالنسبه للمراه الحائضه امتى تشربوا؟ بحال دابا مثلا جاتك الحيض وجاتك في الاول كيكون حاشاك غير الوسخ، ما بغاتش تهبط عليك الحيض، غادي تشربيه ديك الليله فقط. غادي ديري كاس ديال الماء سخون فيه نص معلقه ديال القسط الهندي، عندك العسل ديريه، ما عندك ما ديريش، حركيه مزيان شربيه سخون ودخلي نعسي، هو راه غادي يسرح لك الحيض فقط. يعني ما تشربيهش فتره ديال الحيض لانه كيدير النزيف، لانه هو كيجري الدم. المرأة الحاملة ممنوع عليها بصفة نهائية لأنه كيدير الإجهاض. المرأة المرضعة تقدر ديرو ولكن ماشي تيفوت وقت النفاس، مثلا تتكمل 40 يوم، لأن يقدر إلا يقع عليها شي نزيف أو هذا، وديرو إلا إذا مثلا مرضات بالحلاقم، ما يمكنش ليها دير شي دواء لأنها كترضع، مثلا عندها شي حاجة كتاخذوا، ولكن كما قلت لكم تتفوت فتره ديال النفاس. فهو ممنوع على الناس اللي عندهم سيوله الدم، يعني اللي عندهم الدم جاري ممنوع عليهم، وممنوع على كما قلت لكم فتره الحيض، وممنوع على المراه الحامله، وهو مزيان حتى في الكلي، يعني الناس اللي عندهم البروده في الكلاوي فهو مزيان، ولكن ما نكثروش منه. كما قلت لكم اللي ممكن الناس يشربوه يوميا اللي كيكون طالع عليهم السكر، فهذا فياخذوه يوميا، ولكن يراقبوا السكر ديالهم. شفت السكر ديالي تقاد هبط نوقفوا، شفت السكر ديالي طلع نشربوا. كما كتعرفوا الاخوات انا طبيب ديال راسي، يعني ما ناخذش الامور بالعشوائيه، يعني شفت راسي طلع لي السكر، عبرت السكر لقيته طالع غادي نشربو، عبرت السكر لقيته مزيان ما نشربوش. فهمتوا الاخوات؟ وكما قلت لكم فهو مزيان ما شاء الله، راه مزيان بزاف، راه انا جربته ولا على الاخوات كما كتعرفوا كنبيعو في المركز، فاللي بغاتو مرحبا في مركز امان الصحراء، اللي في المدن الاخرى راه كنصيفطو لهم. فمن خلال التجربه ديالي مع الاخوات فما شاء الله، يعني كل مره كنكتشفوا حاجه. شحال من وحده كتقول لي امال كانت كضرني مثلا عندي البروده، الحمد لله وليت حسيت لاباس. وواحد الحاجه نقطه مهمه عاوتاني اللي تفكرت بغيت نقولها لكم، اللي عن التجربه ديالي انا وعن التجربه ديال واحد السيده، وانه كيضعف، هو انه الناس اللي غلاض اللي عندهم السمنه بغاو يضعفوا يتبعوا القسط الهندي، ولكن تبعوه يوميا مع الرياضه او مع المشي، فكتشربيه الليل الليل، كديري غير راس معلقه صغيره في كاس ديال الماء سخون، كتحركيه وكتشربيه في الليل وكتنعسي، فهو مزيان، فهو كيذوب الشحوم. مثلا كليتي شي ماكله ثقيله او فيها الدهنيات او هذا، فديري كويس وشربيه، فهو ما شاء الله عنده عدة منافع ومزيان بزاف، ومزيان حتى البرود الجنسي. فكما قلت لكم راه هاد العود هاد القسط الهندي راه ما شاء الله عنده عدة فوائد. نرجعوا للفيروس، كيمشي نيشان كيضرب الجهاز التنفسي، يعني كيمشي للريه، فنحاولوا نبقاو نديروه، ما نخليوش الريه ديالنا تمرض حتى يولي الامر صعيب. الانسان كما كنقول لكم ماشي تقطعوا الدواء ديال الطبيب وتشربوا القسط الهندي بوحدو، لا، كنشرب الدواء ديال الطبيب وكنعاون بالقسط الهندي. فكنتمنى الشفاء لجميع المرضى، الله يشافي جميع المرضى، والله يرحم موتانا وموتاكم، والله يرفع عنا هذا الوباء، الله يرفع عنا هذا الوباء. ومرحبا بكم في قناه مركز امان الصحراء، وما تنساوش اعجاب وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم، الناس جداد اشتراك، الضغط على الجرس، وما تنساوش ليا تعاليق، اي سؤال او اي حاجه بغيتو تسولوا عليها او حاجه بغيتو نتكلم لكم عليها او بغيتو تعرفوها، فانا راه الاشاره ديالكم، ومرحبا بكم ودمتم في رعايه الله. كما كتعرفوا الاخوات ان
أه